حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، الرئاسات الثلاثة في قصر السلام، اجتماع هو الأول من نوعه منذ ولادة الحكومة الجديدة، عنوانه الرئيس دعم الحكومة في تنفيذ منهاجها وتعبيد الطريق أمام تطبيقه. فحلقات التواصل الرئاسية ضرورية لتجاوز الصعوبات ومواجهة تركة ثقيلة كانت أو كان جزء منها التباعد في المواقف بين أركان العملية السياسية، وحالة الانسجام والتكامل اليوم مؤشر إيجابي بأن العراق في طريقه إلى التعافي. فالملفات التي طرحت للمناقشة محورية، ولتذليل صعابها لابد من إدامة هذا التكامل والتنسيق والتفاهم بين الرئاسات. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، قطاع الاتصالات والإنترنت يشكل مرتكز أساس تستند عليه كافة المجالات الأخرى، ويشهد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميا نموا ملحوظا، إلا أنه في العراق دون مستوى الطموح والأمنيات. إذا منقرنا بدول الجوار الإقليمي أو دول العالم المتطورة، تكلفة عالية نسبيا وخدمات متواضعة وشبكات مرتبطة بجهات خارجية وتهرب ضريبي وخسائر فادحة للدولة العراقية، إلا أن الجهد الحكومي والرقابة البرلمانية رسمت محددات قانونية للشركات العاملة في العراق، منها تخفيض سعر كارتات الشحن واشتراك الانترنت ومطالبة النزاهة بأولويات الاستثمار والتعاقد التي أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات. إذا مشاهدينا، ملفات حصادنا لهذه الليلة نتابعها مع ضيوفنا بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة، المحلل السياسي السيد مفيد السعيد ينضم لنا من بغداد، وكذلك الترحيب الباحث بالشأن السياسي السيد عماد المسافر، وأيضا الترحيب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من السليمانية. أهلا بكم ضيوفنا الكرام، وبداية معكم سيد مفيد، ارتباط توحيد المواقف والخطاب ما بين الرئاسات، إلى أي درجة مرتبط هذا التوحيد بالخطاب بثبات تحالف إدارة الدولة الذي تشترك به كل مقومات وطوائف الجمهورية العراقية، أكراد سنة شيعة وقوميات أيضا أخرى موجودة بهذا التحالف؟ نعم، تحية طيبة لكم جميع مشاهديك الكرام ولضيفيك السيد مسافر والأخ من سليمانية. طبعا هذا التكامل في السلطات الثلاث وحتى اليوم على مستوى الرئاسات الثلاثة، يجب أن تكون هناك عملية تكاملية ما بين تلك الرئاسات، لأن بالتالي نتيجة واحدة ولا يستثنى من عدها لا مكون كردي ولا عربي سني ولا شيعي ولا أي مكون من المكونات. إذا حصل الإخفاق لا سمح الله، ولاحظنا في فترة سابقة كيف كانت هي مرحلة عنق الزجاجة، بسبب ربما البعض منهم حاول الهروب بعيدا عن الساحه وعن التقاسم في واقع المغانم والمغارم. اليوم امام معادله جديده في الوضع العمليه السياسيه الحاليه، فليستثمرها كل القوى السياسيه ويؤجل مشاريعنا ونجمد مشاكلنا الى مرحله ربما ابعد من ما نحن عليه، لنؤسس الى دوله قويه. هذه الدوله قويه تولد من خلالها قرارات قويه، نستطيع ان نكون اليوم محور، لا نذهب باتجاه التمحورات الخارجيه ونكون في مهب الريح في اي ازمه اقتصاديه او سياسيه او امنيه تضرب هذا المحور او ذاك. اليوم نستثمر واقع الحاجه الاقليميه والدوليه الى الاستقرار الساحه السياسيه، وايضا نستثمر واقع الانسجام السياسي الداخلي اليوم، لان كلها ايقنت لا يمكن لمكون دون مكون اخر ان يذهب باتجاه تشكيل الحكومه، وان نكون
في خدمة المواطن. لاحظنا كيف كان المواطن قد عاقبه القوة السياسية دورتين انتخابيتين بتقليل وبقلل عدد قليل عفوا من عدد الناخبين، وهذا ما ولد عملية سياسية غير مستقرة ونتائج غير مستقرة، ولدت وتولد أزمات من عندها وتولد أيضا حكومات لا تلبي مستوى طموح الشارع العراقي. فلذا مثل هكذا جلسات متبادلة اليوم بالذات نحتاج أن تكون تكامل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ما بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، وأيضا ما بين التشريع لولادة قوانين أو لمراقبة الأداء الحكومي، وأيضا أن تكون هناك لجان حقيقية فاعلة ليس كاللجان اللي شهدناها في السابق لمراقبة كل لجنة، اللجنة المالية لمراقبة واقع وزارة المالية وحركة الأموال وحركة السوق، حتى تستطيع أن تولد من خلال هذا الرحم هذه اللجنة قرارات وأيضا ربما رؤية استراتيجية لانتشار الواقع الاقتصادي، كذلك اللجان الأخرى في البرلمان. طيب رحب بك مرة أخرى سيد عماد. طالما كانت هناك سيد عماد خلافات ما بين الرئاسات الثلاثة، ما بين الحكومة والبرلمان، السلطة التشريعية والتنفيذية، وكذلك من رئاسة الجمهورية، هذه الخلافات أثرت طيلة الدورات الماضية بتشريع القوانين والجهد الحكومي والبرلماني كرقابة وتشريع وتنفيذ، لكن هل كان لتحالف إدارة الدولة دور بهذا التكامل الذي تشهده العملية السياسية حاليا ما بين الرئاسات؟ شكرا جزيلا أستاذ بشار، تحية لك ولضيوفك الكرام ومشاهدي ومتابعي قناتكم. حقيقة ائتلاف إدارة الدولة يعني أصبح متمثلا بهذه الرئاسات التي اجتمعت اليوم، رئاسة الجمهورية والبرلمان وبقية الرئاسة. ممكن جدا أن تكون هذه الرئاسات هي انبثاق يعني انبثاق تام لهذه المكونات، لذا كل هذه المكونات ائتلاف إدارة الدولة بما يحويه من كتل سياسية هو عازم أن يكون هناك دعم غير محدود لهذه الحكومة، لأن بصراحة هذه الحكومة يعني ربما عرج ضيفك الكريم على الدور الإقليمي أو الاستقرار الإقليمي الذي ينعكس إيجابا على الوضع الداخلي العراقي. كذلك هناك المؤشر الاقتصادي، ارتفاع أسعار النفط ممكن أن يدعم الميزانية العراقية ويجنب العراق الأزمة المالية. كل هذه المقومات بإمكانها أن تكون عوامل نجاح للحكومة، كذلك هذا الدعم من كل الكتل السياسية. اليوم الكتل السياسية المتمثلة بائتلاف إدارة الدولة والمتمثلة بهذه الرئاسات يجب أن تضع بعين الاعتبار أن هناك جماهير تنتظر نتائج على أرض الواقع، بغير هذه النتائج سيكون رصيد هذه الكتل السياسية رصيد سلبي وينعكس سلبيا على رصيدهم الانتخابي. إذا لا مجال ولا مناص من هذه الكتل السياسية إلا أن تكون هناك يعني خلينا نقول تصفير لكل الخلافات أو تأجيل هذه الخلافات على الأقل إلى أن يكون هناك دعم لهذه الحكومة، ومن ثم إنجاز شيء ملموس لهذا المواطن من أجل التشجيع أن يكون هناك إقبال جديد على 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 الانتخابات القادمة، ومن خلال هذه الانتخابات القادمة سيكون هناك تمثيل حقيقي للكتل السياسية المشتركة بهذه العملية السياسية. أيضا نرحب بالسيد أحمد الهركي، أهلا بك سيد أحمد مرة أخرى. ونود أن نتحدث يعني هذا التكامل، وحدة الخطاب ما بين الرئاسات، هل تستمر أم قد تظهر الخلافات فيما بعد؟ هي حاليا مؤجلة أم تحالف إدارة الدولة اللي ضم كل هذه القوى مجتمعة اتفقت على آلية وربما تظهر خلافات بالمستقبل القريب بمناقشة عدد من القوانين التي طالما اختلف الأكراد مع حكومة المركز عليها؟ تحية لحضرتك أستاذ بشار والضيوف الكرام ومشاهدي قناة الأيام الأكارم، حياكم. يعني كما ذكر الضيفين الكريمين، يعني هذه الحكومة ولدت من رحم تحالف إدارة الدولة، هذا التحالف يضم جميع أطياف الشعب العراقي، إذا هناك حالة تكامل وتناغم موجودة، وهذا سيكون له آثار إيجابية ويخلق أيضا حالة من التناسق والتناغم بين الرئاسات الثلاث، وهذا كان واضح في الاجتماع الذي كان يوم أمس. اجتماع يوم أمس في إحدى نقاط أكد على توحيد الخطاب المحلي والدولي وعلى المضي بالاستحقاقات الدستورية والقانونية وتشريع قوانين المهمة التي تمس الشعب العراقي والشارع العراقي. لذلك أنت تتحدث عن ظروف موضوعية داخلية جيدة، الظروف الأقليمية أيضا، توحيد الخطاب المحلي والداخلي يعني صياغة سياسة خارجية عراقية
تعبر عن طموحات الشعب العراقي. إذا هناك ظروف داخل العراق وأيضا ظروف أقليمة تساعد هذه الحكومة. أيضا هناك إدراك لدى أكثر القوى السياسية المكونة لهذه الحكومة أنه إن كنا نتحدث عن دولة عراقية قوية فهذه الدولة العراقية تكون بتصفير المشاكل الداخلية. أتحدث معك بواقعية ومنطقية، هناك بوادر إيجابية. السيد السوداني حقق نجاحات في موضوع السياسة الخارجية وأيضا مكافحة الفساد، هناك خطوات سريعة وجيدة تؤسس لبداية جيدة. هذا ينعكس على الملفات الأخرى، يعني كقوى كردية هناك حالة من التفاؤل في إيجاد يعني مثلا حل للمشاكل العالقة تحت سقف القانون والدستور العراقي. نحن نتحدث عن سياسة خارجية عراقية تعتمد أيضا على التوازن. السيد السوداني نعم هو مرشح الإطار التنسيقي كتحالف ومرشح تحالف إدارة الدولة، لكنه بدأ زيارته إلى الأردن والكويت ثم توجه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا دور التوازن مهم جدا، ونقطة التوازن يعني هذا السياسة للتوازن هذه سيكون لها دور جيد يستطيع العراق استثمارها في الساحة الإقليمية والدولية وغيرها. طيب. لذلك لكن سيد أحمد عن أجواء إيجابية نتمنى أن تتبلور إلى قوانين وسياسات تخدم الشارع والمكونات العراقية وأن تساهم هذه الأجواء في إعادة هذه الوحدة والتكامل ما بين الرئاسات. سيد أحمد إذا تسمح لي، هي مهمة لعمل الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية كذلك والقضائية ورئاسة الجمهورية، لكن هل تعولون بحسب هذه المعطيات أن يستمر هذا التكامل ما بين الرئاسات في حال استمر تحالف إدارة الدولة، أم ربما تظهر خلافات؟ هناك مخاوف جدية في العملية السياسية التي تشهد متغيرات طيلة الوقت. نعم أستاذ بشار، أنا قلت لحضرتك يعني حالة عدم الثقة موجودة بين الشارع والنخبة السياسية، نتحدث بصراحة بدون استثناء، وربما حتى أحيانا بين النخبة السياسية يعني وتنعكس على المكونات. ولكن أنا نتحدث عن يعني لو حللنا المشهد السياسي حاليا، هناك البوادر الإيجابية موجودة مع عدم استبعاد الخلافات. يعني أنا أتفق معك في هذه الجزئية، ربما في الفترة المقبلة تحدث خلافات، ولكن نحن نتحدث عن جدية في الطرح، نتحدث عن آليات جيدة، نتحدث عن تفاهمات ما قبل تشكيل الحكومة وما بعدها. يعني هناك أجواء إيجابية يعني فيما يتعلق جزئية الأقليم والمركز. أنا قلت لحضرتك مكافحة الفساد، السياسة الخارجية، تحسين الأداء الحكومي، هناك أكثر من ملف البوادر الإيجابية فيه جيدة جدا وبدايات موفقة. المشاكل نحن لا نتمنى المشاكل، ونحن نتحدث الآن وأيضا لا نتحدث دائما عن حلول سحرية، نتحدث عن تحسن نسبي. مجرد وجود تحسن نسبي، تحريك الملفات الراكدة ومحاولة تصفير المشاكل، أنا أعتبرها بداية جيدة. طيب. ربما تؤسس إلى حل جذري للمشاكل الداخلية أو تطورات في ملف الفساد وغيرها من الملفات التي تهم الشارع العراقي. سيد مفيد، ذكرتم يعني أهمية وضرورة هذا التكامل ما بين السلطات الرئاسية والحكومية والوزراء والتشريعية كذلك والرقابية، لكن إلى أي درجة هذا التكامل مهم لتقديم الخدمة للمواطن، لعملية مكافحة الفساد، تشريع القوانين كذلك، والموازنة مثلا المنتظرة؟ نعم السيد الفاضل، ربما تصحيح لمعلومة، إذا ذهبنا باتجاه تصفير الأزمات فنبدي من أول بداية، ربما تكون هناك ظلم وهناك دماء سالت لا زال هي ربما مجهول القاتل أو القاتل يسرح ويمرح في بعض المناطق من العراق وأيضا خارج العراق، فذلك هناك أموال منهوبة وهناك مجرمين وهناك من انتهك السيادة العراقية. لا نذهب باتجاه التصفير بقدر ما نذهب باتجاه تجميد المسائل الخلافية الحقيقية ما بين بالذات ما بين المكونات الثلاث. لأن ذهبنا باتجاه تصفير ربما نبدأ من جديد وكل فترة نذهب باتجاه تصفير. شوف سيد الفاضل، اليوم المواطن يترقب بعين الخدمة المقدمة له، ربما هي نقاط إيجابية اليوم، وقد لاحظ المواطن قد فرح بعملية القال قبض بعض على بعض رؤوس الفساد واسترداد الأموال، وهناك عمليات تلاحقية فيما يخص استرداد الأموال المنهوبة خارج العراق، ونفس الوقت على وزارة الخارجية أن تذهب ليس فقط استرداد أموال بقدر ما تكون هناك أصول وأملاك عراقية موجودة في بعض الدول العالمية وأيضا دول عربية، أيضا لابد أن تضع اليد عليها وعلى وارداتها تكون أيضا وارد للموازنة الاتحادية. بنفس الوقت إذا أردنا أن نزدهر نرتقي في واقع أن أيضا نسيطر على واقع المنافذ الحدودية الموجودة في إقليم كردستان وبعض المناطق الموجودة غرب وشرق العراق، أيضا هذه النقطة مهمة، ربما تكون رافد قوي باتجاه ايضا الموازنه الاتحاديه وايضا يلمس المواطن هذه الانعكاسات الايجابيه. طيب لكن سيد مفيد، طالما كانت هناك خلافات كبيره حول قانون الموازنه
خصوصا مع بعض المحافظات مع إقليم كردستان، خلافات أدت إلى قطيع أحيانا، إلى عقوبات من أطراف على أخرى خصوصا من الحكومة المركزية، قضية المنافذ وقضية إيرادات الإقليم من هذه المنافذ، النفط المصدر من الإقليم، قضايا النفط وغيرها، مشاكل كبيرة. ممكن أن تطفو على السطح هذه المشاكل بمناقشة قانون الموازنة الذي يدرس حاليا؟ بالتأكيد هذه ربما أنا أقول إذا ذهبت الحكومة بمفردها بدون أن يذهب بالجناح السياسي ربما تكون أيضا هذه المشاكل أيضا تطفو من جديد وتكون نقط ربما تعطل من مسار الحكومة الحالية. أنا دائما أقول نذهب باتجاه تأسيس مجلس سياسة أعلى، أي يكون مجتمع من كل القوى السياسية المشتركة من الإطار وأيضا القوى الكردية والسنية وأيضا الأقليات الموجودة في الشارع العراقي، أيضا لنضج تلك الخلافات، أن تكون هذه تتمخض عنها اللجنة صاحبة قرارات وأيضا مدعومة حكوميا بمشاركة جهة حكومية. مثلا نناقش اليوم موضوع النفط والغاز، نناقش هذا الموضوع بدل أن تذهب بالحكومة وأيضا تذهب باتجاه جدل والبرلمان يسحب نفسه ويقول أنا غير طرف في هذه المعادلة، تكون هذه اللجان إن كانت سياسية وإن كانت حتى حكومية وبرلمانية هذه النقاط الخلافية تذهب باتجاه حلها وتكون هناك رؤية استراتيجية في حل هذه الأمور مثل قانون النفط والغاز، المنافذ الحدودية، الأماكن السيادية، واقع إقليم كردستان، وأيضا وجود مجامع إرهابية تتعدى على بعض دول الجوار، هذا أيضا منافي للدستور العراقي، يصنع مشكلة. واقع الموازنة الاتحادية وإيراداتها وكيف التعامل معها، الشركات النفطية، التعامل المالي، الإيراد من قبل الجمرك والضريبي، هذه النقاط ربما هي تذهب باتجاه ننتقل من مرحلة كتابة الموازنة الاتحادية ونذهب باتجاه الإقليم، بالتأكيد ستكون هناك إرهاصات وتكون التجارب لدى الإقليم مع حكومة بغداد هي تجارب ما هي انعدام الثقة. هنا إذا شكلنا هذه اللجان وهذه اللجان تعمل بشكل صريح وواضح وأيضا معطية كافة الصلاحيات، ونفس الوقت اليوم هذه الحكومة ربما تكون لابد أن تزرع الثقة ما بين المكونات السياسية حتى تحسن النوايا في أي قرار يتخذ تجاه هذه الجهة واتجاه تلك الجهة، وحتى ندعم الحكومة. بالتالي حكومة السيد السوداني إذا أخفقت سيخفق إقليم كردستان ويصبح هناك محافظات، وإذا أخفقت بالتالي لن تذهب بعيدا عنها المحافظات الغربية وتكون ساحة للتدخلات الخارجية. واضح. ربما أمام مشاريع توسعية نفس وقت الساحة الوسط والجنوب. سيد عماد، برنامج الإطار التنسيقي الشيعي كان حريص على هذا التكامل الذي تجلى بتحالف إدارة الدولة، وبالتالي الحكومة التي وبرنامجها وهذه الحكومة التي انبثقت وفق هذا البرنامج. الإطار هل سيبذل الجهد للحفاظ على هذا التكامل سياسيا وحكوميا؟ يعني حقيقة ابتداء قبل تشكيل هذه الحكومة كان هناك مبدأ أنه هو الحوار الحل الأمثل لحل جميع الخلافات الموجودة، سواء كانت هذه الخلافات بين المركز والإقليم أو بين الكتل السياسية فيما بينها. لولا الحوار وطاولة الحوار واعتماد الحوار بين هذه الكتل السياسية لما تشكل ائتلاف إدارة الدولة. المطمئن بالأمر أن أكثر المشاكل هي يمكن بين الإقليم والمركز، المطمئن بهذا الموضوع أن الإقليم والمركز متفقين تمام الاتفاق أن كل المشاكل يعني يجري العمل على حلها ضمن سقف الدستور. الأخوة الكرد يقولون أن نحن نريد أن تحل هذه المشاكل تحت سقف الدستور، وهذا أيضا مطلب الأخوة بالإطار التنسيقي وحتى عند الكتل السنية. إذن النوايا الحقيقية موجودة، الدستور كفيل بحل كل هذه المشاكل، حتى وإن تعارضت بعض المشاكل مع فقرات الدستور، الدستور ليس نص قرآني ولا هو كامل تمام الكمال، بإمكان الأخوة بالكتل السياسية تعديل فقرات هذه الدستور بما يتلائم لحل كل هذه المشاكل والسير بهذه العملية السياسية. الإطار التنسيقي يعني من أولوياته أن يكون داعما لهذا الحكومة، مثل ما تعرف جنابك مرشح الإطار التنسيقي السيد السوداني تم التصويت عليه بالإجماع، وتم يعني ترشيحه أن يكون رئيس وزراء في هذه المرحلة الحرجة جدا، وهذه المرحلة الحرجة لا تقتصر على وجود الإطار التنسيقي فقط، كل الكتل السياسية، الكتل الكردية والكتل السنية مدركة تمام الإدراك أنها هذه المرحلة يمكن أن تكون هي مرحلة مفصلية جدا بتاريخ العراق السياسي، لأنه ما شهده العراق من أزمات
كاد أن يودي بكل العملية السياسية أو بالدولة العراقية. طيب، لكن اليوم سيد عماد هناك هذا الانسجام والتكامل، لكن هذا هل سيختصر مسافات الإصلاح والعمل وسيسرع من وتيرة الأداء الحكومي، وهل هذا سيكون مطمئن بالمقابل للشارع العراقي؟ أكيد، ما دام هناك أغلبية سياسية يعني عقدت العزم أن تدعم هذه الحكومة، يجب أن يكون هناك أغلبية قرار داخل قبة البرلمان أيضا لدعم هذه الحكومة. الشارع العراقي يعني بدأ يلمس هذه النتائج، ربما كانت بعض التفاصيل بسيطة، لكن الشارع العراقي يشاهد بأم عينه الجهد الآلي الذي دعمته الحكومة بمشاركة كل ما يسمى الجهد الهندسي، بمشاركة الحشد الشعبي وبقية الوزارات. أخذت المواطن يعني يلمس شيئا على أرض الواقع في مدينة بغداد وفي أطراف مدينة بغداد. هذه البوادر ممكن أن تكون هناك بوادر أكبر من خلال دعم هذه الحكومة في كل القطاعات التي ممكن أن تلامس حياة المواطن العراقي. طيب سيد أحمد، فضلا عن اكتمال الأضلاع السياسية والرئاسية عذرا وتكامل عملها، هناك بالمقابل استقرار بالمشهد السياسي اللي ذكرته وتحدثت عنه، لكن هذا هل سيسهل من تنفيذ مقررات الاتفاق السياسي الذي جرى مسبقا واللي عن طريقه انبثقت هذه الحكومة؟ يعني الاتفاق السياسي كان بمثابة خارطة الطريق للمرحلة الحالية، كل الإنجازات والخطوات التنفيذية والتشريعية التي تجري الآن هي نتيجة الاتفاق السياسي الذي عقد وانبثق عن تحالف إدارة الدولة. هناك اجتماعات عديدة عقدت قبل اختيار رئيس الجمهورية في 13 تشرين الأول وتسمية السيد السوداني في 27 من تشرين الأول الماضي، لذلك نعم يعني هذه الاتفاقات هي لها الدور الأساسي في 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 يعني تحسين الاداء الحكومي وحكومه الخدمات وايضا هناك في الفتره السابقه كان هناك قصور للسلطه التشريعيه بالقيام بمهامها. الان التناغم الموجود بين الرئاسات الثلاث والانسجام ممكن ان يخلق يعني ثنائيه جيده خاصه بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، لذلك الاتفاق السياسي انا اعتبره بمثابه خارطه الطريق. لذلك كما تحدثت في الجزء الاول من حديثنا، الحكومه تسري بخطوات جيده ونحن نتحدث، وهناك يعني ظروف إيجابية وموضوعية نتمنى أن تتبلور إلى قرارات فعلية وأن يحس الشارع العراقي كما ذكرنا لحضرتك، الشارع العراقي الذي يحتاج الكثير وهو ينظر بعين يعني هناك الرقابة الشعبية موجودة وتنظر إلى هذه الحكومة، لذلك تحسن أداء حكومي نسبيا بدرجة جيدة سيرسل رسالة طمأنة للشارع، وهي بمثابة التجديد أيضا للنخبة السياسية الحالية وأيضا السيد السوداني. النجاح الذي يحققه في الفترة السياسيه الحاليه ربما يوظف ويكون له دور، وان يكون السيد السوداني رجل المرحله وحتى في الاستحقاقات الانتخابيه القادمه ربما يعزز هذا الدور وفي ان يكون يتجاوز هذه المرحله للمراحل المقبله ايضا. عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد احمد الهركي، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب، شكرا لك، والشكر الجزيل للباحث بشان السياسي السيد عماد المسافر، شكرا لكم، والشكر الجزيل للمحلل السياسي السيد مفيد السعيدي، كنت ضيفا كريما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف ينضم لنا مباشرة بالصوت والصورة من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. أهلا بكم دكتور، ضيفا كريما علينا، واليوم نتحدث عن ما جاء ببعض القرارات أو المتابعات من قبل لجان نيابية، لجنة النزاهة مثلا ولجنة المالية، عن الفوائد التأخيرية من شركات الاتصال. لديكم معلومات عن قيمة هذه الفوائد أو عن المبالغ الأصلية أصلا التي بذمة هذه الشركات؟
يعني الحقيقة كان هناك صراع قانوني بين هذه الشركات وهيئة الاتصال على اعتبار أن عملية الاعتراف بالإيراد حسب القانون العراقي تكون عندما يكون هناك بيع للكارتات أو اشتراك بخدمة الإنترنت. الجهات الأخرى الشركات الدولية تتعامل وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 15 تؤجل الاعتراف بالإيراد لحين زوال المخاطر، على اعتبار أن المشترك قد يشتري الكارت ولا يقوم بتعبئة الرصيد، أو قد يعبي الرصيد ولا يقوم بعملية يعني الاستفادة من الخدمة، أو قد يكون هناك مخاطر ما بعد البيع. فلذلك هذا الصراع ولد يعني ضرائب مؤجلة وفوائد تأخيرية على تسوية هذه المستحقات، يعني بتقديري لا تقل عن 400 مليار دينار كانت هناك مثل هذا المبالغ في الحكومات السابقة، وكانت هناك مطالبات بتسديدها. يبدو أن يعني إشارة البرلمان اليوم إلى هيئة النزاهة تدل على أنه لم يتم حسم هذا الملف، فهذه الفوائد التأخيرية يفترض أن تعود مباشرة إلى الوزارة المالية، وكان يفترض أنه عندما يتم التعاقد مع أي شركة سواء كانت محلية أو أجنبية أن يتم استقطاع أو أخذ ضمانات من هذه الشركة في حالة عدم إذعانها إلى العقد بأي صيغة أو بأخرى، يتم الرجوع إلى الضمانات. لكن يبدو أن جولات التراخيص لم تقم بأخذ الضمانات. حاليا يفتح هذا الملف، إذا كانت هناك مستحقات يجب أن تسدد، لأن عملية التأجيل تعني أن عمليا هناك قرض أصبح من الحكومة العراقية لصالح تلك الشركات وعليها فوائد تأخيرية. طيب بشكل عام دكتور صفوان، الاستثمار في مجال الاتصالات والإنترنت أيضا استثمار مربح جدا، بل يمكن هو الاستثمار الأكثر ربحا في كل القطاعات والمجالات بالعالم، لكن العراق ليش متأخر بهذا المجال بشكل كبير؟ يعني بعد 2003 تتعلم بأن الاقتصاد العراقي تحول لاقتصاد حر بعد 2003، فعملية دخول هذه الشركات إلى دائرة رقعة العراق بالتأكيد كانت تحتوي على مخاطر عالية العراق بعد 2003، لكن تدريجيا مع زوال الخطر أصبحت هذه الشركات شركات تربح. العراق هو طبعا يمتلك موقع جغرافي استراتيجي عالميا، يعني معظم حزم الاتصالات تمر عبر الأثير العراقي، وعمليا نحن لم نستفيد من الموقع الجغرافي لعبور حزم الانترنت أو غيرها من الاتصالات، فكان يفترض أن يكون هناك ملف لاستثمار الموقع الجغرافي من قبل وزارة الاتصال ويتم عرض هذا الموقع للاستثمار. طبعا العراق لا يمتلك أقمار صناعية بحيث يستطيع أن يدير هذا الملف بمفرده، علينا أن نتوأم هذه الجهود مع شركات الاتصالات العالمية لكي نستثمر الموقع الجغرافي. العائد على الاستثمار في قطاع الاتصالات هو الأهم حاليا عالميا، على اعتبار أن الاقتصاد معظم الدول الآن شكلت وزارات للاقتصاد الرقمي. الاقتصاد الرقمي الآن يدخل في كل المهن، يعني الطب الإلكتروني، المالية الإلكترونية، الهندسة الإلكترونية، فالكل بحاجة إلى يعني نظام اتصالات حديث يستطيع من خلال هذا النظام أن يدخل إلى عالم جديد، عالم الإدارة الإلكترونية، وبذلك نرفع من جودة الاقتصاد العراقي. علينا أن نسير بهذا الاتجاه، وبالتأكيد حكومة السوداني تعلم بأن عملية حوكمة الإجراءات وأن ننتقل من النظام اليدوي إلى الإلكتروني بحاجة إلى وسائل اتصالات حديثة، بحاجة إلى بنية تحتية. حتى لو مو حديثة دكتور، يعني الشركات الموجودة حاليا تستخدم تقنيات تعتبر بدائية في مجال الاتصالات العالمي، لكن هذه الشركات تحقق أرباح كبيرة جدا. البلد ليش مدى يستفاد من هذه الأرباح اللي تحصلها هذه الشركات؟ البلد ليش مدى يأسس شركة وطنية للاتصالات حتى تحقق ربح، وهو ربح مؤكد في هذا المجال؟ يعني أعلنت الوزارة في الفترة الأخيرة أنها قامت بتأسيس شركة وطنية للاتصالات وستكون منافسة لهذه الشركات الخاصة. حاليا جودة الخدمة ضعيفة ضمن بيئة الشركات الخاصة، عندما يكون لدينا منافس محلي وطني يستطيع أن يكسب ثقة الزبائن ستقوم هذه الشركات بمراجعة خدماتها وتحاول أن تعيد بناء الثقة
مع الزبائن. طبعا بالتأكيد الفضائيات العراقية، أجهزة الإعلام العراقية، نعم، الإذاعات تشترك في منظومة اتصالات عالمية وتدفع اشتراكات سنوية. للأسف العراق لا يمتلك أقمار صناعية بحيث تعود هذه الأموال إلى خزينة الدولة. كان يفترض أن نفكر بهذا الموضوع منذ وقت مبكر، والحقيقة هذا الموضوع عرض على مجلس الوزراء وتم التريث به، ويعني التريث أخذ أكثر من 10 سنوات. فعلينا الانفتاح على منظومة الاستثمار في هذا القطاع ومراقبة المستثمرين، بحيث يكون المستهلك رهين إرادة الشركات الاحتكارية، لأن فرصة السوق العراقية يفترض أن تكون متاحة لجميع المنافسين. منافس حكومي سيجبر هذه الشركات على إعادة النظر بخدماتها، وبالتأكيد المستهلك هو الذي سيحدد البديل الأفضل. طيب، يعني في الحديث عن قضية المنافسة، إذا توفرت دكتور قصي صفوان هذه المنافسة، يمكن أن تحث هذه الشركات على تقديم خدمات اتصالات بجودة أفضل وكذلك أسعار أرخص؟ طبعا يعني القوانين العراقية تسمح بالمنافسة، بل تجبر، يعني تجبر أن لا يكون هناك قطاع احتكاري. 5 منافسين كحد أدنى في قطاع، في أي قطاع، يعني ليس فقط قطاع الاتصالات، 5 منافسين كبار أو أكثر يمكن أن يكسبون ثقة الزبائن من خلال تخفيض الأسعار، من خلال تقديم خدمات مجانية، جودة الخدمة. بالتأكيد مثل هذه العوامل النجاح من الممكن أن تساهم في خلق يعني اطمئنان للمستهلك، حماية المنتج. القوانين العراقية أيضا تحمي هذه الشركات، وتحديد حدود للمنافسة. يعني عندما يكون هناك استثمار في قطاع الخاص وتدخل الحكومة كمنافس لهذا القطاع، بالتأكيد الحكومة تستطيع دعم هذا القطاع فستأخذ الحصة السوقية. القطاع الخاص النظامي والمستثمر الدولي يراهن على وجود حدود معينة للمنافسة لكي يستطيع الاستثمار أن ينمو، لكن عملية وجود محتكرين من القطاع الخاص أجبر الحكومة على الدخول كمنافس تدريجيا. يعني يمكن أن يكون هناك منافس حكومي يعمل بعقلية استثمارية لكي لا يكون هناك عزوف للمستثمر الدولي عن مثل هذا القطاع الحيوي. أيضا نرحب بعضو المكتب الإعلامي لهيئة الإعلام والاتصالات سيد حيدر نجم، ينضمنا مباشرة عبر سكايب من بغداد. أهلا بكم سيد حيدر. وبداية، وزارة الاتصالات بذلت جهود حثيثة من أجل رفع ضريبة كارتات شحن الموبايل عن كاهل المواطن، وكذلك تخفيض بنسبة 20% لاشتراكات الانترنت، لكن كل هذه الجهود من قبل وزارة الاتصالات تنتظر أيضا من قبل هيئة الإعلام والاتصالات أن تقوم بواجبها، وخصوصا ما بذمة هذه الشركات من ديون أو الفوائد التأخيرية التي توجد طلبات نيابية حاليا لاستيضاحها من شركات الاتصال وآلية الاستثمار والتعاقد أيضا. نود أن تحدثنا بداية عن قيمة هذه الفوائد التأخيرية. نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية طيبة لكم وللمشاهدين الكرام، وشكرا لإتاحة الفرصة لبيان بعض التفاصيل التي تخص قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء الضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال. نعم، بالتأكيد كما تعلمون أن هيئة الإعلام والاتصالات باعتبارها الجهة القطاعية الوحيدة المنظمة لقطاعات الاتصالات والإعلام في البلاد تبذل جهودا كبيرة على أرض الميدان لحماية حقوق المستهلك والدفع باتجاه إيجاد جودة ممتازة للخدمات التي تقدم للمواطنين. اليوم حديث الشارع والبشارة التي زفت بعد قرار مجلس الوزراء هي إلغاء الضريبة البالغة 20% على كارتات التعبئة وعلى أجور الأنترنت. بالتأكيد الهيئة بذلت في هذا الصدد جهود كبيرة تمثلت في توجيه شركات الهاتف النقال ومتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، ومن ثم نشر فرق ميدانية للتأكد من تطبيق القرار، حيث وصلت هذه الفرق في عموم محافظات البلاد حتى إلى المحال التجارية والباعة الجوالين للتأكد من أسعار كارتات التعبئة التي نص عليها في قرار مجلس الوزراء بإلغاء الضريبة، أي أن كارت التعبئة البالغ
5000 دينار يباع ب 5000 دينار، وكالة التعبئة البالغ 10000 دينار يباع ب 10000 دينار، وهكذا الأمر لبقية الفئات لتعبئة الرصيد. طيب. بخصوص كارتات التعبئة. طيب سيد حيدر، ما هي الجدوى الاقتصادية والمنفعة المتحققة من هذا القرار؟ الدولة هي اللي كانت تفرض هذه الضريبة والدولة شالت هذه الضريبة، شركات الاتصال شنو دورها؟ تأثرت بهذا القرار، خسرت، ربحت أم ماذا؟ يعني بالتأكيد الهيئة ما يهمها بالتأكيد هو مصلحة المواطن، والهيئة في سابق الأيام كان لها مخاطبات رسمية على مدى سنوات. كما تعلمون أن هذا القرار قرار فرض الضريبة، ضريبة المبيعات تسمى، التي فرضت عام 2015 بفعل انخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية التي مر بها البلد والحرب على الإرهاب، وبهدف تعظيم موارد الدولة فرضت على المواطن. وبالتأكيد الهيئة أصرت على إلغاء هذه الضريبة من خلال مخاطبات رسمية وجهت إلى الجهات المعنية، واليوم هذه البشارة هي بالتأكيد في مصلحة المواطن أولا وأخيرا. إذا ما تحدثنا عن الشق الآخر الذي طرحتموه المتعلق بالجدوى الاقتصادية، بالتأكيد الحكومة وجهت من خلال هذا القرار بأن تعاد هذه الأموال إلى خزينة الدولة. وبالتأكيد كل العراقيين ستعود عليهم الفائدة من خلال هذه الأموال. طيب أعود لك مرة أخرى دكتور صفوان، جدوى اقتصادية موجودة من هكذا قرارات حكومية من قبل وزارة الاتصالات هي ربما جاءت لخدمة المواطن، لكن جدوى اقتصادية بشكل عام للدولة، الشركات الاتصالات تأثرت بهكذا قرار، هي كانت ضريبة حكومية ورفعتها عن هذه الكارتات اللي كانت تستحصلها كمبالغ من المواطن مو من الشركات. يعني بالتأكيد هناك استفادة حقيقية لإيرادات المواطن، المواطن سيقوم بشراء نفس الخدمة بتكاليف أقل، وكذلك بالنسبة للشركات، الشركات أيضا والوزارات الاتحادية، كل هذه المبالغ كانت هي عبء على عملية الاتصال. عندما يتم تخفيض قيمة الخدمة بالتأكيد إيرادات الشركات ستزداد، إيرادات شركات الاتصالات على اعتبار أنها مبيعاتها ستزداد، لأن المستهلكين هم نفس المستهلكين، عندما يتم تخفيض السعر لن تتأثر شركات الاتصال، بل بالعكس أتوقع أن إيراداتها سترتفع، فعليها أن تعيد النظر بجودة الخدمة، لأن الحكومة الآن تسند هذه الشركات بتخفيض تكاليف الحصول على هذه الخدمة. بالمقابل المواطن الاعتيادي والشركات ستربح من تخفيض هذه التكاليف. إجمالي الإيرادات حسب تقديري المفقودة من قبل الحكومة نتيجة هذا القرار قد تقترب من 500 إلى 800 مليون دولار سنويا، لكن هي عبارة عن دعم مباشر للشركات لتنشيط الحركة الاقتصادية لتخفيف عن كاهل المواطن العراقي. إن حكومة السوداني تقترب من ملف الخدمات الصحة، التعليم، النقل، الاتصالات، عندما يكون هناك تخفيض في تكلفة الحصول على هذه الخدمات نوعا ما ستنتعش الحياة الاقتصادية، فالحكومة ماضية بهذا الاتجاه. نعم. دعني أعود مرة أخرى إلى سيد حيدر بخصوص الأرباح الطائلة التي تحققها شركات الاتصال. سيد حيدر، مقابلها أكو طلبات نيابية اليوم أرسلت إلى هيئة الإعلام والاتصالات لاستيضاح الفوائد التأخيرية من شركات الاتصال وآلية الاستثمار والتعاقد وغيرها، لكن أود أن توضح لنا وللمشاهد الكريم شنو هي الفوائد التأخيرية وش قد قيمتها إذا عندكم معلومات. عفوا لا ممكن تعيدون السؤال، الصوت في تقطيع ربما. سألتك عن الفوائد التأخيرية اللي تطالب بها حاليا بعض اللجان النيابية بالاستفسار عنها من قبل هيئة الإعلام والاتصالات، ما هي الفوائد التأخيرية على شركات الاتصال؟ يعني تعلمون بأن الهيئة تمنح شركات الهاتف النقال رخص. نعم. وهذه الرخص قانونية وبالتأكيد تجري متابعتها من قبل الهيئة بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بجودة الخدمات والمتعلقة بالعروض التي تقدم للمواطنين والمتعلقة أيضا بالتفاصيل المالية الأخرى. بالتأكيد هناك تفاصيل مالية كبيرة تتعلق بشركات الهاتف النقال، والهيئة في هذا الصدد تراقب أداء شركات الهاتف النقال. بما يخص هذا الملف المطروح والتحرك النيابي، بالتأكيد الهيئة تفتح كل الأبواب بهذا الاتجاه،
وتجيب على كل الاستفسارات والأسئلة، وعلى تواصل مباشر مع اللجان المختصة في مجلس النواب. وقبل أيام كان هناك عدد من الاجتماعات بين رئيس الجهاز التنفيذي والملاك المتقدم في الهيئة مع أعضاء مجلس النواب داخل مبنى المجلس، مع النائب الأول للمجلس ومع لجنة الاتصالات النيابية، لجنة النقل والاتصالات النيابية، وبالتأكيد يجري التباحث حولها، وهناك بالتأكيد حلول ناجعة باتجاه هذا الملف. طيب، هناك ديون كبيرة بذمة هذه الشركات سيد حيدر، هذه الديون ترتبت عليها فوائد بسبب تأخير هذه الشركات تسديد هذه الديون، هل هناك يعني جدولة أو آلية لتسديد هذه الديون من قبل شركات الهاتف النقال والإنترنت إلى الدولة العراقية؟ يعني بالتأكيد هذا ملف طويل وأثير في الأيام الماضية بشكل كبير. نعم. الهيئة تتابعه بشكل أصولي وقانوني، وبالتأكيد كل إجراءاته إذا ما تتابعها الهيئة فبالتأكيد ستعود فائدتها إلى المواطنين وتعود فائدتها إلى الدولة، ومتابعة الهيئة القانونية مستمرة بالتأكيد. اليوم نتحدث عن ملف مهم وهو ملف إلغاء الضريبة. بالتأكيد طرح هذه الملفات قد يكون له أهمية بالنسبة لجنابكم وربما حتى المواطنين. هذا مهم سيد حيدر، لكن ما يهم أيضا، وكل تسمح لي سيد حيدر، تتابع بشكل يومي من قبل الهيئة. إذا تسمح لي سيد حيدر، ما يهم أيضا وبشكل يعني عاجل في حلقتنا اليوم من حصادنا قضية طلبات نيابية لتستوضح من هيئة الإعلام عن الفوائد التأخيرية عن ديون شركات الهاتف النقال. عندكم معلومة عن قيمة هذه الفوائد أو قيمة هذه الديون بالإجمال؟ يعني أرقام محددة بصراحة ما متوفرة لدي، لكن بالتأكيد أبلغتكم بأن الهيئة تتابع الموضوع بشكل قانوني ووصولي، وعلى تواصل مستمر مع اللجان النيابية والسادة أعضاء مجلس النواب، وبالتأكيد لا تفوت الهيئة أي تفاصيل مالية أو قانونية تخص عمل شركات الهاتف النقال في إربيل. طيب، أعود لك دكتور صفوان، سبق أن رفعت قضية ضد شركات الهاتف النقال بسبب موضوعات الديون وعدم تسديد هذه الشركات ما بذمتها، رفعت القضية من قبل السيد السوداني وعدد آخر من النواب أعتقد، وربحت هذه القضية في أمام القضاء، هذا سيشجع الحكومة ربما بالخوض بهذا المضمار واسترجاع هذه الأموال التي بذمة هذه الشركات التي تعتبر أموال كبيرة جدا؟ طبعا من الواضح، يعني حضرتك استفسرت عن موضوع الفوائد التأخيرية على الديون، هذه الشركات حملت بعد أن كان هناك قرار برفع قيمة الكارت بضرائب 20%، المواطن يقوم بشراء الكارت فالمبالغ تذهب إلى شركات الاتصال، وهذه 20% يفترض أن تعاد من قبل هذه الشركات إلى وزارة المالية. قسم من هذه الشركات لم تقم بإيداع هذه المبالغ، فعمليا تترتب عليها فوائد تأخيرية بسبب عدم الإعادة. قيمة المبلغ باعتقادي سيكون كبير، وهذه الشركات عليها أن تسدد ما بذمتها مع الفوائد التأخيرية، يعني لا يقل عن إذا افترضنا أن معدل استهلاك العراقيين شهريا من الأمانات الضريبية قد تقترب من 80 مليون دولار شهريا، بمعنى أن لدينا ما لا يقل عن مليار دولار سنويا. قسم من هذه الشركات تقوم بإعادة المبالغ المستحصلة، لكن القسم الآخر يبدو أنه لم يقوموا بهذه التسوية، فعلينا أن نجبر هذه الشركات على الإذعان للعقد، وإذا لم تذعن علينا أن نعود إلى الضمانات، وركز على الضمانات على اعتبار أن كل عقد يفترض أن يكون هناك ضمانات سواء كانت مالية تقدم من قبل هذه الشركات أو من خلال موجوداتها. فالموضوع القضائي محسوم، وعملية الإذعان مطلوبة من هذه الشركات بأسرع وقت ممكن. طيب، معروف يمكن دكتور صفوان نفوذ الشركات الموجودة حاليا، لكن هل يعني الدولة بإمكانها أن تحد من هذا النفوذ، وبالتالي ممكن أن نشهد فتح الرخصة الرابعة؟ يعني هي الحقيقة هيئة الاتصال هي الجهة الرقابية على هذه الشركات، وتمتلك جميع الصلاحيات القانونية بتوجيه هذه الشركات بما ترغب لحماية المستهلك. عملية إعطاء الجيل الرابع
يفترض أن تكون لدينا شفافية واسعة في منح الجيل الرابع ورخصة الجيل الرابع والخامس بالتأكيد من أجل إزالة أي شبهة تحوم حول منح جهة دون غيرها. فبالتأكيد الجهات الرقابية حريصة على أن تمارس دور الشفافية في التعاقد، ويمكن لديوان الرقابة المالية من أجل تلافي مثل هذه الشبهات أن يكون حاضر في عملية يعني عملية منح الجيل الرابع والجيل الخامس لكي نكون أمام منافسة عادلة مع جميع الشركات. طيب سؤال أخير لكم سيد حيدر، أنت ذكرت وجود فرق جوالة أطلقتها هيئة الإعلام والاتصالات وجولات تفتيشية خصصت من قبل الهيئة لرصد المخالفين للقرار النافذ، قرار الحكومة برفع الضريبة عن كارتات الرصيد وغيرها، وأيضا شركات الأنترنت أيضا يوجد فيها تخفيض، ما مدى فعالية هذه الفرق الجوالة؟ يعني الفرق باشرت مع أول يوم لتطبيق قرار مجلس الوزراء القرار المرقم 306، باشرت الفرق في عموم محافظات البلاد ومن خلال مكاتب الهيئة في المنطقة الشمالية ومكتب كربلاء المقدسة ومكتب النجف الأشرف ومكتب البصرة ومكتب ذي قار والمحافظات الأخرى التي تقع تحت الرقعة الجغرافية لعمل الهيئة ومكاتبها. الهيئة رصدت التزاما كبيرا من قبل الباعة بهذا القرار باعتبار أنه بشكل أو بآخر يصب في مصلحة المستهلك، لكنها رصدت في نفس الوقت عدم التزام واتخذت إجراءات بخصوص هذا الموضوع. هذا الملف بالتأكيد بشكل أو بآخر يعتبر من الملفات المهمة التي تشغل الناس في هذه الأيام، ونؤكد من خلالكم من خلال قناتكم الكريمة على أنه أي مواطن يواجه مشكلة في هذا الصدد بخصوص إلغاء الضريبة على كارتات التعبئة ويلاحظ تمسك من قبل الباعة الفرعيين أو أصحاب المحال التجارية بالأسعار السابقة أو ارتفاع في الأسعار، بإمكان أي شخص أو أي مواطن أن يقدم شكوى بهذا الخصوص على الرقم المجاني لدى الهيئة وهو 177، وهو رقم متاح من 8 صباحا وحتى 9 مساء، وبالتأكيد الهيئة ستتابع هذه الشكاوى وستتصل بمقدم الشكوى وستتابع حلها بالتأكيد خلال وقت قياسي. الشكر الجزيل لكم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الإعلام والاتصالات السيد حيدر نجم، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بغداد، شكرا لك سيد حيدر. وشكرا جزيلا لكم الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم دكتور. وشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.